بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بلا شك اللي دوز الاختبار الشفوي وكذلك الناس اللي مهتمين بمجال التعليم كيستناو النتائج النهائية لمباراة التعليم فوج 2020. في هذا الفيديو غادي نطرق لكم الموضوع ديال موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحق الاقتصاد والإدارة فوج 2020. بقاو معايا باش نعرفوا كل ما يتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن بعد اجتياز الاختبارات الشفوية والعملية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، يبدأ الكل في البحث والتساؤل عن أولاً متى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية؟ ثانياً لوائح الناجحين مرتبة حسب الاستحقاق أم لا؟ يعني واش اللوائح النهائية اللي غادي يعلنوا عليها الأكاديمية والمديرية الإقليمية واش كتكون مرتبة حسب الاستحقاق ولا لا؟ ثالثاً أين يتم نشر لوائح الناجحون؟ فين يمكن لي لقاء اللوائح ديال الناجحين في هذه المباراة؟ إذا غادي نجاوبوا على ثلاثة ديال الأسئلة. إذا نبداو أولا، متى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية؟ إذا متى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية؟ إذا حسب الجدول الزمني لأهم محطات إجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، إذا الوزارة حددت يوم 5 دجنبر 2020 للإعلان عن اللوائح النهائية للناجحين في المباريات ولوائح الانتظار. إذا غادي تعلن اللوائح النهائية ديال الناجحين في المباريات، مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وكذلك مباراة ملحق الاقتصاد والإدارة وملحق الاجتماعيين أطر الأكاديميات. يوم ماذا؟ يوم الخامس من دجنبر، 5 دجنبر، 5 في شهر 12 2020، غادي يتم الإعلان على النتائج النهائية ديال هذه المباريات، مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات ومباراة ملحق الاقتصاد والإدارة والملحق الاجتماعيين. إذا تاريخ ديال الإعلان هو 5 دجنبر. الآن السؤال الثاني، أين يمكن إيجاد لوائح الناجحين والناجحات في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات؟ فين ممكن نلقاو هذه اللوائح النهائية ديال الناجحين والناجحات في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات من بعد الإعلان عنها؟ إذا أولا عبر موقع وزارة التربية الوطنية www.main.gov.ma، هذا الموقع الرسمي ديال الوزارة. ثانيا الصفحة الرسمية ديال وزارة التربية الوطنية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، هي هذه. ثالثا صفحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الفيسبوك، مثلا انت كتسنى نتائج ديال جهة مثلا درعا تافيلات، غتمشي للصفحة ديال الأكاديمية الجهوية ديال درعا تافيلات في الفيسبوك، تما غادي يلوحوا النتائج النهائية. أو لا يمكن تلقاوها في صفحات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على الفيسبوك. مثلا انت في طنجة تطوان الحسيمة مثلا، ودافع المديرية تطوان، يعني غتمشي للصفحة على الفيسبوك ديال مديرية تطوان وغتلقى فيها النتائج بإذن الله. إذا ممكن تلقاها في موقع الوزارة الرسمي، في الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، في صفحات ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الفيسبوك، أو الصفحات ديال المديريات الإقليمية التابعة لهذه الأكاديميات على الفيسبوك دائما. نشوفوا الآن السؤال الأخير، وهو لوائح الناجحين هل تكون مرتبة حسب الاستحقاق أم لا؟ إذا هذا تساؤل مهم كيوصلني دائما، هو واش داك اللوائح كيكونوا مرتبين حسب الاستحقاق او لا؟ لا. اذا في غالب الاحيان يتم نشر اللوائح النهائيه للناجحين والناجحات مرتبه حسب درجه الاستحقاق بالنسبه للوائح النهائيه دائما. اتونسيون، كنهضر على اللوائح النهائيه، يعني بعد اجتياز الكتابي وبعد اجتياز الشفوي، يعني النقطه النهائيه ديال الناجحين، هذه كتكون مرتبه حسب الاستحقاق، يعني حسب النقاط. لكن بالنسبه للوائح ديال الكتابي كتكون مرتبه فقط اما بالرقم الامتحان ولا برقم الطلب، داكوغ؟ ولكن اللوائح النهائيه ديال الناجحين والناجحات في المباريات كتكون مرتبه حسب درجه الاستحقاق، وبها كيتم توزيع اساتذه على مراكز التكوين، مراكز الجهوي. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لاي واحد دوز الاختبار الشفوي التوفيق والسداد، وكنتمنى حتى للناس اللي ما دازوش الاختبار الشفوي كنتمنى لكم التوفيق وما تيأسوش، وربي غادي يسر لكم. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.